اتولدت بلانش موني سنة 1849 في مدينة بوتيل الفرنسية من عيلة غنية جدا، وكان باباها في الوقت ده عميد للجامعة. وبلانش خلال طفولتها كانت طفلة عصبية جدا، وتحولت لبنت متمردة في فترة المراهقة، وكانت دايما على خلاف مع والدتها، وجالها فقدان الشهية المرضي. وكبرت بلانش وبقت بنت جميلة في سن 23. وقعت بلانش في حب المحامي اللي كان أكبر منها في السن، وكانت بينهم علاقة حب قوية، لكن مامتها رفضت العلاقة دي تماما لأن المحامي كان أكبر منها في السن وكمان ما كانش غني. مامتها غضبت عليها غضب شديد جدا، وقررت ان هي تحبس بنتها جوه اوضتها، وحكمت عليها ان هي مش هتخرج من البيت قبل ما تخرج الحب ده من دماغها. وبلانش كانت بنت عنيدة جدا لدرجة مش ممكن حد يتخيلها، وقررت تتمسك برأيها فترة من الزمن، لكن بعد مدة ما قدرتش تستحمل اكتر من كده ورجعت عن قرارها تماما. لكن الام ما سمحتش بنتها ابدا، وفضلت حبسة بلانش لمدة 24 سنة. ولما توفى باباها الشرطة عرفت قصتها برسالة من مجهول، والشرطة عملت عملية تحري، واللي اكتشفوه في اوضتها كان مخيف جدا. الاوضة كانت ضلمة جدا وفيها روايح بشعة لا تطاق، وكانت بلانش نحيفة جدا على سريرها في وسط قذرات وحشرات، وبسبب خوفها الشديد كانت دايما مغطية راسها بالغطا، وكانت الشبابيك كلها مقفولة بإحكام، وما شافتش بلانش نور الشمس لمدة 24 سنة، لحد ما سنها وصل 47 سنة. واكتشفوا انها كانت بتحاول دايما بشكل مستمر تطلب المساعدة، ولكن للأسف مفيش ولا مرة نجحت فيها. وقبضوا على مامتها اللي كانت وقت محاكمتها في منتهى البرود، لكن للأسف قبل محاكمتها بكام يوم توفت. إنما بلانش فقدت عقلها وماتت بعد 10 سنين في مستشفى أمراض نفسية. واعتقدوا أن ماما بلانش ما كانتش مامتها الحقيقية، محدش كان قادر يصدق أن ممكن أم تعمل كده في بنتها، الفعل اللي ما يتقبلوش لعقل ولا قلب ولا دين. وكده خلصت حكايتنا، وشكراً.